بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء. في هذه الليلة الثامنة من عملية التعقيم والتطهير التي تشهدها ولاية النعاء، يحضر معنا الشاعر الكبير الشيخ بودراع ليلقي قصيدة حول هذا الوضع الذي تشهده الجزائر. تفضل. قلت يلا نجينا من كل فعل الشيطان، ودير سترك عنا، نتسبح المليحة من نجرب عافينا، والمرض وين ما كان، وكل فيروس مخبي دارت الفضيحة، بعد وتتبلينا ومشات وسط الكنان، ودا مرض كورونا ماهوش كجريحة. يلا نجينا من كل فعل شيطان، ودير سترك عنا، نتسبح المليحة من نجرب عافينا، والمرض وين ما كان، وكل فيروس مخبي دارت الفضيحة، بعد وتتبلينا ومشات وسط الكنان، ودا مرض كورونا ماهوش كجريحة. لا حدادة تحمينا، لا حديد يمتان، وين ما زادت حالة نرفعوا الصيحة، وكل واحد منه درق بياض الأسنان، وما يحلش فمه لا تدخلوا الريحة، وما يجمع في مقهى لا يعود مودان، وما يهود للدار يبات في الصيحة. ما يجمع في مقهى لا يعود مودان، وما يهود للدار يبات في الصيحة، وكل طايع في المعمورة عليه لامان، وكل عاصي فيها يتساق بالسليحة، من الجوامع يفتو ومطلعين بيان في السفيف الحمراء، مكتوب بالوضيحة، وما نصلوا في مسجد سامعين لاذان، وفي شرع مولانا الأقوال دي صحيحة، وما نصلوا في مسجد سامعين لاذان، وفي شرع مولانا الأقوال دي صحيحة، وما تهنينا منه كل حد زعفان، وما لقاوش طب والعلوم دي شحيحة، فعلنا هلكونا والصح قاع مكان، وكل مكسور يلاجي سبته الطيحة. فعلنا هلكونا والصح قاع مكان، وكل مكسور يلاجي سبته الطيحة، ودايروا لينا ربي فرض كل امتحان، ومن تعافى منه يفديه بالذبيحة، ودايروا لينا بالدمة بزوج طرقان، الأولى مدمومة والثانية مليحة، وكل واحد يدي سهمه حساب ميزان، ومن خلق هذا الكون مثبت الرجيحة، وكل واحد زكى ماله يعيش فرحان، وين ما دار العام يخرج الصفيحة، وما يفرط في رزقه ما يكون خرنان، وما ينقص منه ويقول دي القيحة، وما يقطع ويمنشر في فلان وفلان، ومن يصلي في واد يمثله نصيحة، وما يقطع ويمنشر في فلان وفلان، ومن يصلي في واد يمثله نصيحة، يدرجه كي العمى ويجنبه الطوفان، وين ما دار الزينة يمسح القبيحة. الشعر جابو درعي والشيب ليه عنوان، في المناعة كتبوا مرشوم في الويحة، والصلاة على النبي سيد كل سلطان، وسيد العباد اللي في القار كان يوحى. حيث هذا.